أكد لواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الأهلي أن الشكل الجديد لدولاب البطولات الخاصة بالنادي الأهلي مجرد بداية لمتحف كبير للنادي الأهلي الذي سيتم إنشاؤه في استاد النادي، سيضم أكثر من 1000 درع وكأس حصل عليها النادي على مدار تاريخه. الأول بالنسبة للدولاب المصغر اللي حضرتك شايفه، لأنه كان المنظر كان موجود قبل كده كان تهلك والشكل ما بقاش مناسب للنادي الأهلي، فقلنا نبتدي نعمل هذا الشكل يتغير مع الدولاب اللي جوه مع مدينه نصر لحين انشاء المتحف ان شاء الله، بحيث ان ده هتبقى برضو يعني حاجات بسيطه اللي موجوده هنا. المتحف هو اللي هيضم كل كؤوس النادي الاهلي اللي هتعدي اكتر من 1100، فده هيبقى موجود هناك. ده مرتبط شويه بالاستاد عشان لازم يبقى له مكان، لازم يبقى له طريقه معينه بحيث ان هو يضاهي كل استادات العالم في الخارج. كل حاجه دخلت النادي الاهلي خاصه بالرياضه في النادي الاهلي او حتى في اي مناسبه ثانيه كلها هتبقى في المتحف، كله هيبقى في المتحف. لا، هي مرتبطه بالاستاد مش متحف لوحده، لان هي ان شاء الله هتبقى في الاستاد. يعني اتعشم ان في خلال 3 سنين يكون خلصنا ان شاء الله. اتعشم